وذكر حجاج الأندلس خبر وفاة الخليفة الأندلسي هشام بن محمد بن عبد الملك الأموي الملقب بالمعتد بالله، وآخر ملوك بني أمية بالأندلس. بويع بعد وفاة المستكفي بالله، فكان يخطب له في قرطبة وهو مقيم بألبونت. دخل قرطبة فثرت به طائفة من الجند وخلعوه وأخرجوه من قصره، فلجأ إلى جامع قرطبة وأقام أياما يعطف عليه الناس بالطعام والشراب، ثم أخرج منها فقصد الثغور ولحق بالمستعين بالله الهودي صاحب تطيلة وسرقسطة ولاردة وطرطوثة، وأقام عنده إلى أن مات عقيما في لاردة، وبوفاته انقرضت الدولة الأموية في الأندلس.